ماشي. الحمد لله على السلامة يا ستي. الله يسلمك يا اخوي. سلام. على السلامة. اللي انت ما سألتنيش يعني النهاردة هخلص الساعة كام؟ انت بتبصلي كده ليه؟ لعلمك رموشي كده طويلة رباني. انا مش حاطة مسكرة ولا حاطة ميك اب ولا بحب تاتو الحواجب ده ولا بحب البتاع اللي بيحطوه في اسمه ايه مانيكير، مع ان عندي شنط ميك اب قد كده في البيت. انت بتحب الميك اب؟ فيها طارق ما ترد عليا، مش بكلمك. عارفة يا صدفة، اول مرة اخد بالي من اللون عينيكي. وده اسمه ايه بقى ان شاء الله؟ العصب البصري عندك بعافيه ولا ما انتش مركز في تفاصيلي؟ لا يا طارق، انا احب الراجل اللي معايا يبقى مركز في كل تنتوفه فيا. انا من كتر ما ركزت في تفاصيلك يا صدفه نظري ضعف. طب كويس، ربنا سترها، الحمد لله ان احنا وصلنا بالسلامه وانت اللي سايق. ابقى روح اعمل الليزر، المنيله دي اسمها الليزر. حاضر، هروح اعمل الليزر. قولي لي بقى هتخلصي الساعه كام؟ الساعه 1:30. الساعه 1 هتلاقيني واقف لك قدام باب المدرسه. قبر قلبي يا ناس، انت فاضي بقى؟ قبر قلبك بقى قاعد وفضيلك لحد ما اجيب حق اللي واكله زفت الطين. جوزي؟ ما تقولش كده على جوزي يا طارق. جوزك مين يا بت؟ بتك بتك، انا بس بغيظك، ما انت عارف ان انا ما بطيقش اسمه اكتر منك. وانا خلاص اتغصت يا اختي، ما تجيبيش سيرته تاني على لسانك بقى. طب لا اله الا الله محمد رسول الله. مع السلامه. صدفة. تعالي تعالي، انت كويسة؟ حنان كان عندها حق، ابوي عايز يقتلني يا طارق، عايز يقتلني.